ما احنا شايفينك وانت بتتصوري معاه واخده سحبه العيال من ايديهم عشان تلاقي له دخله تخشي له عليها. اهلا بيكم متابعي قناتي قناه ياسمين اليوتيوب واخبار النجوم. انا عندي النهارده ليكم موضوعين، الحقيقه موضوعين مهمين جدا. الموضوع الاول اثاره الجدل. الاعلاميه مي حلمي هجمت المغربيه بسمه بوسيل. الحقيقه الهجوم ده شافوا الجمهور ان هو هجوم غير مبرر. صوره البسمه بوسيل مع عمرو دياب هي اللي قلبت الدنيا، وخرجت مي حلمي وعلقت على الصوره دي، ولكن تعليق بفيديو كان صادم جدا، وده لان هي هجمت بسمه بوسيل هجوم شديد جدا، واتهمتها ان هي بتحاول تتلزق في عمرو دياب، وان هي مش ستايله خالص، وان هو مش ممكن يبصلها ابدا، وبتعمل كل ده علشان تغيظ طليقها الفنان تامر حسني. مش بس كده، دي اتهمتها كمان ان هي اللي سربت الصور للصحافه، عايزه تطلع ترند وعايزه تغيظ طليقها. واتكلمت مي حلمي بحديه شديده جدا، لدرجه ان الكل افتكر ان مي حلمي هي زوجة عمرو دياب، والكل اتخض ايه الهجوم الغير مبرر دوت. ودي كانت تعليقات الجمهور اللي جت بعد فيديو مي حلمي. الاول مع بعض هنشوف صورة بسمة بوسيل مع عمرو دياب، وبعدها هنشوف تعليق مي حلمي، وبعد كل ده هنشوف صورة لمي حلمي برضو مع عمرو دياب في الساحل، وبنفس الطريقة اتصورت مي مع عمرو. والحقيقة الجمهور اتخض جدا، امال بتهاجمها ليه لما هي عملت نفس الموقف؟ تعالوا مع بعض نشوف الصور ونسمع كمان تعليق مي حلمي ونرجع نتكلم. بشوفه بيستفزني لدرجة ان انا يعني ما ينفعش ما اعملوش. قريت خبر كده مستفز لأبعد الحدود، قريت خبر بيقول ان عمرو دياب الستين يعني بيغازل تلاتينية جدا، معرفش بيغازلها ازاي بالبكيني او هو بيغازلها ازاي. المهم يعني اولا الناس بتبقى واقفة طوابير عشان تتصور معاه، والبادي جاردز بيبقوا واقفين، اللي بيفكر ياخد له صورة اللي هو بيبقى قاعد على راحته بقى، قاعد بيتكلم مع اصحابه، قاعد مش عارفة بيعمل ايه، البادي جاردز بيقول لهم لا. فازاي حد هياخد صورة الا لما اكون انا اللي بعتها للصحافة؟ يعني انا هنزل الصورة والناس اللي قاعدة هنا يعني الكوميونتي ده مش بتاع صورني ونزل على السوشيال ميديا والكلام ده وانا مش واخد بالي، ناس مش في دماغها يعني. فلما انا اقرا خبر زي ده يبقى مستفز لابعد الحدود. اولا الناس بتقطع نفسها عشان تروح تصور، هتقولي بتدافعوا عنه ليه؟ بتدافعي عنه ليه؟ اقول لكم صاحب جوزي انا حر، بدافع عنه لان الكلام دوت انا ببقى شايفاه قدام عيني. اللي مضايقني ان احنا الاحترام ما بقاش، مش الاحترام هي كلمه ابعد من كده بكتير، بس ما علينا. فلما تيجي واحده تتصور مع حد مشهور عشان تركب ترند، عشان تغيظي طليقك، عشان تعملي اللي تعمليه، ما تتصوريش الصوره وتاخدي اتليست احترمي اسم طليقك، احترمي لانك عندك منه عيال. فما تجيش تقومي واخده العيال ورايحه متصوره معاه، واسمع وايه رايك في دي، وتعملي مهرجانات وافشخانات علشان بس ياخد باله منك، وترجعي تقومي مسربه خبر. اصل مين يعني حد هيضربك على ايدك عشان تديله الصوره؟ ما الصوره من عندك، ما احنا شايفينك وانت بتتصوري معاه واخده سحبه العيال من ايديهم عشان تلاقي له دخله تخشي له عليها. فلما تيجي بقى تكتبي خبر او تذيعي خبر للصحافه ما تقوليش اصله بيغازل 30 جده. ايه معناها جده يعني؟ ايه 30؟ مش فاهماكي. او ايه ده؟ ايه يعني عرض جواز ولا ايه؟ مش وغزلك فين؟ ما بيغزلش حد. هي شيرين رضا قالتها كلمه، فهي قالت ان الستات رخاص قوي اللي بيجوا يعملوا كده معاه وبيتلزقوا فيه. ده كل بقى ده احنا الكلام ده كله على الفنانين كلهم اللي بيعملوا كده، الستات بتعمل كده مع الرجاله. يعني انا بحط نفسي لو انا مراته، انا لو حد بيعمل كده مع جوزي انا هتضايق، انا هتضايق جدا. كمان لما تبقي في عيال متجوزه واحد ليه اسم و فانك تعملي كده، دي بتبقى مؤلمه جدا لعين اللي بتشوفك قبل منك. لان لو انت مش حاسه الواحد بيقول ايه ده، هي مش مقدره ابو عيالها؟ ايه ده هي بتعمل كده وابو عيالها فين؟ ايه ده ما هي معاها حد مهم، فانت مش محتاجه ان انت تاخدي اللقطه عشان تغذيه، عشان انت غيرانه عليه مش عارفه من مين. ما خلاص كل واحد في حاله. بس الفكره بقى فكرتي كلها ان انا بدافع عن الراجل اللي انت قلتي انه بيغازلك، هو بيغازلش حد. انتوا اللي تيجوا لحد عنده تتلزقوا، تعملوا مهرجانات وتعملوا وتلبسوا مايوهات وتقلعوا كشمايوهات وتجروا قدامه وتاخدوا العيال وتروحوا تزقهم عليه علشان ايه؟ وضح بس الكلمه اللي قالتها شيرين رضا كان قصدها على ايه؟ كان قصدها على الناس او الستات اللي بتروح تعمل كده مع الرجاله. يعني الستات اللي بتروح تعمل كده مع الرجاله وتتلزق فيهم وتقعد تبوس فيه وتقعد تحضن فيه وتقعد تعمل مش عارفه ايه علشان ايه؟ يعبرها. ف وحش او رخيص او الكلام ده، وان انا اسرب بقى الاخبار للسوشيال ميديا، وان انا ابعت صورتي بقى انا وعمرو دياب بقى عشان تلف الدنيا،
ده الكلام دوت مش الناس العاديه اللي مش مشهوره بيبقوا فرحانين بحاجه زي دي. لكن لما انا ابقى مشهوره ومتجوزه واحد مشهور مش محتاجه ان انا اعمل كده وانا معايا حد، يعني مش محتاجه اعمل كده. ولو انا اتطلقت منه فهو اسمه هيفضل على اسمي عشان ما بيني وما بينه عيال، فمش مش محتاجه برضو انك تعملي كده او ان انا ارمي الشبك على حد. لان الله لان الله والله انا بشوف العجب، بس انا طلعت ادافع عنه عشان بشوف بعيني ايه اللي بيحصل، بيترموا عليه ازاي عشان يعبرهم، ولا بيعبرهم ولا بيغازل ولا بيهبب. هو الطبيعي ان انا هروح اتصور معاك من موبايلي انا يعني، او هو طبيعي انا هقول لعمرو دياب تعالى انت تصور معايا؟ طبيعي ان انا هتصور بلاش، انا اتصورت مع عمرو دياب اوكي واسطوره معايا، انا ما نزلتهاش عندي على اكاونتاتي، هي نطت الصوره جريت صحيت راحت للصحافه. او ماي جاد. طب لسه هعيد تاني على نفس الكلام، لما انا ابقى شايله اسم حد مهم او كنت شايله اسم حد مهم المفروض في المنافسه يعني، انت مش مش بعتيش شهر، مش بعتيش شو، وبعدين انت مش ستايله حبيبتي، ولا هيبوست لك ولا في دماغه ولا الكلام ده. فانا صعبان عليا ان انت بس تتهمينه وبيغازلك. بيغازلك فين؟ او عشان تغيظي طريقك فتقومي ضربه بعمري؟ مش عمري، مش بده. نقي حد، دوري على حد تاني يعني، مش ده، مش هتعرفي تغيظي بده عشان انت عارفه ان انت مش ستايله، وشكلك وحش بقى وانت واخده العيال كده ورايحه تسمعيه، رايحه بقى كده تسمعيه. طب سمعي جوزك، سمعي طليقك اللي عامل لك الكلام ده، هو اولى يعني اللي بيشجعك. طب هو لما يشوف حاجه زي دي هيعمل ايه؟ انا لو مكانه، انا يعني لو راجل مش هوريكي خلقت، ما علينا، مش بتاعتي. بس انا بس طلعت ادافع عن الراجل اللي شفت بس الخبر غزني يغازل تلاتينية جدة بالبيكيني. حاجه بقى عشان ابقى ختمت كلامي، شغل لجان، شغل صحافه، شغل تكتبي اخبار، شغل الكلام ده اللي انت كنت بتعمليه من 3 4 سنين عشان تتجوزي الراجل وتضايقي الفانز بتوعه، لا ارفع اواضي وهطلع افضحك اكتر وهقول كلام اكتر باثباتات بقى، فاهمه يعني؟ باثباتات. ف يعني انا باثر عليك المشوار قبل ما تعملي، تزقي عليا فلان، تزقي عليا لاني كلمه. بعد ما شفنا كلنا كلام الإعلامية مي حلمي، الحقيقة الجمهور هنا هاجمها جدا، وده لأن هي عملت نفس الموقف واتصورت برضو مع عمرو دياب، وهي كمان كانت متجوزة محمد رشاد. الجمهور كان مخضوض جدا، افتكروها ان هي زوجة عمرو دياب ولا حاجة، وده لان هي كانت بتتكلم بانفعال شديد جدا. ثانيا بسمة بوسيل ما غلطتش ولا حاجة، اتصورت مع حد من المشاهير عادي جدا، حتى لو كان صديق جوزها او حتى لو كان على نفس مقدار النجومية عادي جدا، ما فيهاش اي مشكلة، والصورة عادية جدا وفي وسط الناس، وحتى لو بسمة هي اللي سربتها للصحافة. سؤال بقى مهم جدا، طب هي عملت كده ليه؟ لو فكرت مي ثواني بس هتعرف ان عملت كده زي ما هي قالت وجاوبت نفسها، علشان تغيظ تامر حسني، وطبعا الواحده بتحب تغيظ الراجل اللي بتحبه، ومن هنا نفهم ان بسمه لسه بتحب تامر، وده لو كان فعلا قصد بسمه ان هي تغيظ تامر. طب ما يمكن الصور دي فعلا تخلي تامر حسني يتغاظ زي ما بتقول يا مي ويرجع بسمه. وبكده نبقى وفقنا راسين في الحلقه الاولى، العيال هم الكسبانين اللي بتتكلمي عنهم يا مي طول الفيديو. ورد برضو الجمهور على مي وقال طب حضرتك ليه ما احترمتيش طليق؟ ولا المشكله بس في وجود عيال ام عدمهم؟ وبعض المتابعين كتبوا وقالت غير الستات، والبعض الاخر كتب وقال والله لو مرات عمرو دياب مش هتعمل كده. وكتب احد المتابعين فيها ايه يعني لو قالت حتى ان عمرو دياب بيغزلها، ده نوع من المزاح عادي، ايه اللي حمق مي قوي كده؟ والحقيقه هنا بسمه بقى ما شاء الله عليها وما ردتش خالص. والجميل دلوقتي من بسمة ان هي مركزة جدا في شغلها، وبدأت تغني وتعمل اغاني جديدة، علشان كده بنتمنى لها النجاح في الفترة اللي جاية. اكتبوا بقى انتوا رأيكم في الكلام اللي قالته مي، وده كان بخصوص الموضوع الاول، اما الموضوع التاني بقى موضوع برضو مهم. عارفين ليه؟ لان هنكشف مع بعض اسرار حسام حبيب طليق شيرين عبد الوهاب، واللي اثارت الجدل الايام الماضية. بعد كل المشاكل اللي حصلت ما بين حسام وما بين شيرين، تم الكشف عن ان حسام حبيب كان متجوز مرتين وعنده بنت من زوجته الاولى. معقوله؟ هقول لكم مين هي وايه الحكايه بالظبط، تابعوني بعد الفاصل. منذ دخول حسام حبيب الساحه الفنيه، قدر في الاول ان هو يحقق نجاح جماهيري كبير جدا، وده كان من خلال اغنياته الرومانسيه، وده كان في البدايات، ده لان احساسه كان صادق. لكن بعد كده الجمهور بدأ يغير رأيه فيه، بدأ يغير آراءه الإيجابية فيه، وده بسبب الجدل اللي أثاره عن حياته الشخصية وما أشيع عنه عن إدمانه للمواد المخدرة. مش بس كده، كمان استغلاله طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب.
استغلالها ماديا ونفسيا وطورتها في حلقة من الإدمان، الحلقة اللي انتوا كلكم عارفينها والمشاكل اللي كلنا اتكلمنا عنها في فيديوهات كتير. اللي ما يعرفوش بقى كتير من الناس ان حسام كان متجوز قبل شيرين عبد الوهاب. زوجته دي من خارج الوسط الفني، بنت عضو مجلس في البرلمان المصري، وده كان سنة 2012. حتى في حفل زفافه وما أقامش حفل زفاف كبير، واكتفى بس بحفل عائلي بسيط شمل عائلة العروسين. هي دي صورتها اللي انتوا شايفينها معايا، ومن وقتها حرص على عدم نشر أي تفاصيل عن حفل زفافه أو أنه هو يعرف الجمهور بزوجته، والتي لم يظهر بصحبتها في أي مناسبة عامة، وده كان على مدار سنتين من الجواز. واتقال ان هو خلف منها بنت، وحتى بعد الطلاق رفض ذكر اي تفاصيل عن زواجه دوا او الاشاره ليه من قريب او من بعيد. وبعد فتره من الزمن ظهر حسام حبيب في اكتر من مناسبه معاه بنت تانية، وهي الهام وجدي ملكه جمال مصر واللي كانت صديقه الفنانه شيرين، واخدوا اكتر من صور مع بعض وكانت شيرين معاهم. وبرضه بعد جوازهم لفتره حدث الطلاق للمره الثانيه، وبعد كده الموضوع اتغير تماما، واتفاجئنا كلنا بخطوبة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب طليق صاحبتها. أما رد فعل إلهام وجدي بقى، قررت إن هي تتجوز بعد 4 أشهر، 4 أشهر من زواج حسام وشيرين. وبدأوا ينفوا بقى موضوع جواز إلهام من حسام، وقالوا إن هما كانوا أصدقاء بس. والجمهور اتهم شيرين عبد الوهاب بخيانة صديقتها، وده بعد زواجها من حسام حبيب، واللي كانت تربطه علاقة غرامية بإلهام أو زواج. لكن الحقيقة مش متأكدين إذا فعلا كان تم الزواج أو كانت خطوبة بس، لحد دلوقتي ما نعرفش، لكن الزواج الأول هو الأكيد. أما فين بنت حسام حبيب دلوقتي؟ الحقيقة أخفاها عن الجمهور. أما طبعا بعد جوازه من شيرين عبد الوهاب كلكم عارفين القصة كاملة، وفي النهاية بنتمنى للكل السعادة. ودلوقتي بقى أهم شوية أسيبكم، لكن ما ننساش نضغط لايك للفيديو، وبرحب طبعا بكل الضيوف اللي معايا دلوقتي وأول مرة يشرفوني في القناة. أتمنى دايما إن أكون عند حسن ظن متابعيني. انتظروني في حلقة تانية وبطل آخر من أبطالنا ونجومنا. قناة ياسمين في اليوتيوب وأخبار النجوم بتحيي كل جمهورها.